مباراتين كل أسبوع بيظهر فيهم لعيبة كابيتانو مصر، وده خلى جمهور كتير يتابعهم ويحفظ أساميهم ويتفاعل معهم عبر السوشيال ميديا، بالإضافة لكل الناس اللي يعرفوهم اللي بيعبروا عن دعمهم ليهم برضو عن طريق السوشيال ميديا. بعد أسابيع بتتابعوا فيها برنامج كابيتانو مصر، أكيد بقى فيه ارتباط كبير جداً ما بينكم كمشاهدين وما بين كمان اللاعبين. والحقيقة النهاردة هتكون أول أيام فقرة السوشيال ميديا، واللي احنا قدرنا نتواصل فيها معاكم ونشوف أسئلة انتوا حابين تعرفوا إجاباتها من كل المشاركين معانا في كابيتانو مصر، أو حتى رسائل التحفيز ليهم. خلونا دلوقتي نبدأ أول فقراتنا في السوشيال ميديا. والنهاردة اللعيبة هترد بنفسها على كل رسائل الحب والدعم ده. صباح الخير عليكم، وانتوا دلوقتي بقيتوا مشاهير جدا، انتوا عارفين الموضوع ده؟ ده ثقة، اوعوا تتغروا علينا في يوم من الايام وتشوفوني وما تسلموش والحركات دي ابدا. انتوا عارفين احنا موجودين هنا ليه النهارده؟ احنا هنبدا كده، بما انكم بقى ليكم فانز كتيره جدا، بقى بيجي لكم كومنتس كتيره على كل السوشيال ميديا بلاتفورمز بتاعتنا في كابيتانو مصر. والنهارده هيكون اول يوم نبدا كده كل اسبوع نعرض ليكم اسئله جايه لكم، او حتى لو دعم جاي من قرايبكم او ناس بتتابعكم في حلقات كابيتانو مصر. فجاهزين؟ جاهزين. كل حد بقى يلاقي اسمه في كومنت يقرا لنا الكومنت كده ويرد على الشخص اللي بعته. خلونا نبدا. اول كومنت من زيزو صبري، ده بابا حد انا، اقرا لنا بقى كده. ابن محمد عبد العزيز زيزو في فريق الكابتن يماني، بقول له ربنا يوفقك يا حبيبي واشوفك احسن لاعب بالدنيا، كان نفسي اكون جنبك بس هي دي ضريبه الغربه. الحمد لله على كل حال، ربنا يحقق لك كل اللي تتمناه حبيبي، بالتوفيق يا قلبي. تحيه لعمك محمد. طب تحب تقول له ايه، لان هو قال لك كلام كده من القلب؟ احب اقول له ان انا بشكره جدا عشان هو تعبان عشاني في الغربه، وبقالي كتير ما شفتوش، يعني مثلا سنه ونص. ايه ده؟ هو مسافر بيشتغل بره؟ اوكي. وبشكره على كل حاجه عملها لي. ربنا يخليكم لبعض يا رب. شكرا يا زيزو. طب نشوف الكومنت اللي بعده من سهر او سحر بقى عبد ابو العينين، دي مامتك؟ لا دي خالتي. دي خالتك، تحياتنا لي. سحر ولا سهر؟ سحر. سحر اتفضل. عمر السيد حارس مرمى في فريق كابتن ساره، ربنا يوفقك، انت مميز وطموح وبتتعلم بسرعه، ان شاء الله تبقى حارس مرمى زي الشناوي ابو جمل. الله. تحياتنا طبعا لمدام سحر، العيله كلها بتدعمك بقى، خالتك وعمتك وكله بيتابع برنامج. نور الدنيا. خلينا نشوف الكومنت اللي بعده. عبد الوهاب العصران. ايوه. كاتب بكومنت لمحمود حميدو. محمود حميدو كابيتانو مصر ان شاء الله، لاعب كبير من صغره، وان شاء الله حبيبي انت كبير وهتكون لك اسم كبير. عاش يا حميدو. طيب احكي لنا كده اكتر عن عبد الوهاب عصران. هو كان صاحبي اصلا في نادي الشرقيه. اوكي. وانا سبت نادي الشرقيه وبعد كده رحت الاسماعيلي، وجيت هنا وهو بيشجعني من ساعه ما مشيت. يعني ده قدك عبد الوهاب. أيوه. صاحبك. ايوه. تحياتنا ليه كده، وان شاء الله يكون معانا هو كمان في كابيتانو مصر. اخر كومنت معانا النهارده في فقره السوشيال ميديا من ستيفن هاني لماندو. ماندو في فريق يماني لعيب او لعيب او، وتحركاته في الملعب حلوه قوي، وبرده كيفي مجدي لعيب كويس جدا وبحب اتفرج عليه. جامد ده. ستيفن هاني حد يعرفه ولا ده حد من المتابعين للبرنامج؟ متأكدة. بس ما حدش فيكم يقرب له، وقلوب ومظبطكم. تحياتي ليه. بس انا انبسطت جدا بالفقره دي، واعتقد حاجه حلوه انتوا تعرفوا الناس بتحبكم وبتتابعكم، وكلكم جايلكم كومنتس كتيره، فاحنا كده جايبين يعني عينه بسيطه، بس كلكم بجد ليكم جماهير بتتابعكم على مدار الحلقات. فانا هسيبكم تستريحوا شويه عشان اكيد عندكم يوم طويل، ولكن هنتقابل على طول في الميتنج روم هنا علشان نكون بنشوف الجماهير بتقول لكم ايه. عاش.